بنك معلومات عن كافه الاسلحه المتواجده الرسميه في البلد يعني لا اوضح ليها اياها هسه اوضح لك اياها يعني مثلا تعرف بعد الـ 2003 هنالك قسم من الوزارات نعم اشترت اسلحه لحمايه الوزاره زين او حمايه مسؤوليها مدراءها العامين كذا هاي اول ما هاي عمليه الشراء في حينها تمت بعلم وزاره الداخليه لا بدون علم وزارة الداخلية. بدون قسم من الوزارات المدنية ده نحكي. مثلا نعم. تجارة نعم صناعة نعم كذا. بعدين اللي صار تدري من شكلت حماية المنشئات وأخذت هذه الأسلحة واردات صار بها بنك معلومات موجودة هسة عد وزارة الداخلية كل الأسلحة المتوفرة الموجودة في الوزارات. كل الأسلحة. كل الأسلحة. زين الموجودة. اضافه الى خرجت ذلك خرجت يعني من عهدتهم اصبحت بعهده وزارة, نعم نعم وزاره الداخليه وزاره حمايه الداخلية المنشآت نعم هذا جانب، الجانب الاخر انه تدري الاسلحه اللي استوردتها الوزارات الامنيه مهم ايضا رسميه ومسجله وبها وهنا ايضا ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله، بقى شنو؟ بقى عندنا الاسلحه اللي استولى عليها المواطنين من جراء الحروب من جراء التجاره غير المشروعه من تعرف عندنا داعش الارهابي وتفرهدت المخازن نعم وعدنا الحرب بعد الـ 2003 والمشاجب مال الجيش السابق هنا نعلم يعني معطيات معينه عن نوعيه هذه الاسلحه عن عدد القطع المنتشره في البلاد شوف هو اكو عدد تخميني تقريبا يعني يقال انه هن تقريبا كل الاسلحه بكافه انواعها 15, 15 مليون قطعه 15 مليون قطعه نعم هاي بيد حسب المواطنين الموجوده عند المواطنين حسب الاحصائيات اللي اطلقت في الاعلام زين لكن تعرف ماكو شيء اسمه عدد ثابت انتم كملتوا المرحله الاولى احنا كملنا المرحله الاولى بدينا بالمرحله الاخرى لا لا قبل ما اتحدث عن المرحله الثانيه المرحله الاولى هي الاسلحه الخفيفه مو لا لا بعدنا احنا هسه نحكي على البنك على البنك سوينا بنك معلومات بعدين التعاون المستمر والمثمر مع الامانه العامه لمجلس الوزراء بانشاء استماره الكترونيه عبر بوابه اور الالكترونيه <applause> اللي هي استماره تسجيل الاسلحه الخفيفه تسجيلها بشكل رسمي نعم يعني انا كمواطن من حق اي مواطن حسب عراقي حسب القانون انا سجلت هنا رقم 51 لسنه 2017 نعم لا لا لا, لا, لا. ها آه 52 52 لو 51 لا, لا 52, 52. زين. الامر الديواني نعم السياسة بدت بال 2024 نعم أطلقت هذه الاستمارة لتسجيل الأسلحة الخفيفة ومن حق أي مواطن عراقي يمتلك قطعة سلاح, سلاح في واحدة. المنزل في المنزل حصرا في المنزل حصرا حيازه وليس حمل أهام.